على مستوى كل من شارعي هواري بوماتيان والإخوة عيان، لازالت الكثير من العائلات تعيش تحت خطر هذا الوادي الذي قد يؤدي بهلاكها في أي لحظة. هذا الوادي اللي مر على شارعين، شارع رئيسيا في برج بنعمات، شارع هواري بومدين وشارع الإخوة تعيان. هذا الواد رانا نعانوا من كارثة بيئية كما راكم تشوفوا هنا، في الشتاء خايفين من الكوارث الطبيعية، وفي الصيف ثاني كذلك رانا خايفين من كلش. هذا تاع الواد اللي في وسط المدينة، اللي في وقت مضى قتل 500 الناس ضحايا هنا في الواد هذا، وانا كساكن هنا في برج بنعمة راكم تشوفوا في راه مطيح لي زوج ديار هنايا وتيرا اكسيدونتي. تراكم النفايات وانبعاث الروائح الكريهة هو الحدث الأبرز الذي عايشه السكان لسنوات طويلة، بالإضافة إلى حدوث تصدعات وتشققات زادت من تأزم الوضع. الريحة، الناموس، الفيران، الثعابين، كل حياة. و40 برية درت لهم، 40 برية مكاش اللي شافنا فوق المير هذا اللي جا جديد، راك هو واللجنة نتاعو. لا جاو شافونا وداروا لنا محضر وبعثوه للوالي، ونطلبوا من ربي الوالي هذا يكون فيه الخير ان شاء الله يشوف لنا بعين الرحمة. عم هناك مشكل عويص ويدخل في إطار محاربة أو حماية المدينة من الفيضانات. رغم ذلك قمنا بدنا بطاقة تقنية دراسة هذه لإيجاد حل لهذا الواد، وكنا بعثنا الدراسة التقنية هذه للسيد الوالي للتكفل بها إن شاء الله في أقرب الأجل الممكنة. مراسلات وشكاوى عديدة قدمها المواطنون وكلهم أمل بتغيير وضعهم في انتظار من يتكفل بذلك.